ليش يا سلام تقشرين تفاحة قبل ما تاكلينها؟ ها؟ انت بهاي الطريقة تخسرين وايد الياف وعناصر غذائية موجودة في القشرة. هي؟ يعني تفاحة متوسطة الحجم فيها 4.4 جرام الياف و60% منهم موجودين في القشرة، من دون ما ننسى الفيتامين سي او الكالسيوم والفوسفور. اها. والقشرة تحتوي على حمض الأروسوليك اللي يساعد على الوقاية من البدانة، ومادة مضادة للأكسدة اسمها الكيوراسيتين، ودراسات اكتشفت ان هاي المادة عندها تأثير ايجابي على عمل الدماغ والرئتين. شرط اكل 5 تفاحات او اكثر خلال اسبوع. لكن سلامة خايفة لان سمعت ان التفاح يغلفونه بالشمع. هي. بس اطمني يا سلامة، انواع الشموع المستخدمة في تغليف التفاح هي انواع صالحة للاكل وما عندها تأثير صحي، وهي تساعد التفاح على عدم خسارة رطوبته وتطور في صلاحية التفاح للاكل. واصلا التفاح هو بروحه يفرز نوع من الشمع يخلي بشرتها تلمع. لا تنسوا المثل، تفاحة في اليوم تغني عن الطبيب. عساكم دوم صحة وسعادة.